الآن هذه زبيدة، وزبيدة هي زوجة هارون الرشيد خليفة صح، وابنها الأمين خليفة، وجدها أبو جعفر منصور خليفة، فحازة المجد من جميع الأطراف، الجد خليفة والزوج خليفة والابن خليفة. 186 تفضل 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 حياكم الله. 186 حضرت زبيدة مع زوجها هارون الرشيد إلى الحج، رأت معاناة المسلمين في الحصول على المياه، كانت قربة الماء تباع بدينار ذهب، والدينار الذهب 4 جرام و25 جزء من الجرام، بسعر صرف اليوم 1020 ريال، اللي الآن احنا نشتريها ب10 ريال، كانوا يشترونها قبل 1251 سنة ب1000 ريال. وهذا والله من الأمور العجيبة في التاريخ الإسلامي. رجعت زبيدة إلى قصرها، هنا بدت مع المستشارين والخبراء والعلماء في وجود حل، استشاروها وقالوا أفضل مكان لسحب المياه ومكان فيه عيون لا تنضب جبال كرة، فسحبت، ولكن خازنها أسر لا يا زبيدة راح تخسرين أموالك، قالت افعل تفضل، قالت افعل ولو كلفت ضربة الفأس دينار ذهب، يعني لو ضربة الفأس ب1000 ريال نفذ. وفعلا بدأ الخبراء والبنا والمهندسين في بناء هذا الشاهد العظيم اللي تشوفونه على مدى غير هذا غير من تحت، لا هو نفسه، هذا من المعلمين اللي بنوا أبوي، هو نفسه هذا ترميم مو ترميم البناء زبيدة قبل 1251 سنة، لكنها بدت بعدين خلنا نكمل الترميمات، بعدين بنيت بعد 1251 سنة، قبل 1250 انتهى سنة 194 جريان المياه إلى مكة، كلف زبيدة 5950 كيلو ذهب بسعر صرف اليوم 1,383,000,000 ريال. وهذا والله من أعجب الأمور، ربع ميزانية بعض الدول الفقيرة صرفتها زبيدة قبل 1200 سنة، وهذا مبلغ ضخم جدا. راحوا يحاسبون زبيدة، أخذوا الدفاتر رحوا لها زبيدة، رمتها في نار دجلة، فقالت تركنا الحساب ليوم الحساب، من له مال عندنا أعطيناه، ومن لنا مال عنده فهو له. هذه زبيدة حياكم الله. الله يعطيك العافية.